نريد الحوار لا نريد الحوار لا نريد الحوار لا نريد الحوار بل نريد القرار كنجسد الاضراب من رفقه الشغيله التعليميه كافه اللي منتفضه على تطالب الحقوق ديالها، كطالب بمطالب مشروعه، ولكن الوزاره كتنهج معنا الاذان الصماء، ما بغاش تسمع للاستاذ، ما بغاش تسمع لصوت الاستاذ، ما بغاش تسمع للتلاميذ. حنا الاساتذه المكان ديالنا الطبيعي هو في القسم، فاذا بنا كنلقاو راسنا في الشوارع على الارصفه كنطالبوا مطالب مشروعه اللي هي كتجسد في سحب النظام الاساسي اللي خرجت لنا به الوزاره، وكافه الشغيله التعليميه متفقه على ان هذاك النظام الاساسي فيه الحيف وظلم الاستاذ وما كيصونش الكرامه ديالو. المطالب ديالنا مشروعه، كنطالبوا من هذه الوزاره تعطينا الحقوق ديالنا، ترجعنا الاقسام ديالنا. اذا كان شي واحد خصو يراعي لذاك التلميذ فهو ماشي هو الاستاذ، لان الاستاذ المطالب ديالو مشروعه والكرامه، ما يمكنش لينا حنا نرجعوا الاقسام ديالنا بلا كرامه. ما ديما نعطي انا التلميذ الا ما علمتوش اول درس انه يطالب بالحقوق ديالو والكرامه ديالو، فانه يكون عنده ظروف ملائمه في القسم، يقرا بحاله بحال التلاميذ، اسوه بالتلاميذ اللي كنشوفوا ديال الخصوصي الى اخره. ما بغيناش خصوصه التعليم، بغينا تعليم منصف لكافه الشغيله، لكافه الفئه ديال الوطن ديالنا. والوزاره مهما كتعنت باش تعطينا هذا المطلب ديالنا، حنا مستمرين، حنا لا عوده للاقسام ديالنا الا بالكرامه ديالنا. شي مخرجات الحوار اللي ما فيهاش الكرامه فانها بحال كتزيد كتضيف كتزيد تشحن الوضع، كتزيد الاحتقان اللي كاين. حنا والشهرين شهرين ديال الاضرابات ومع ذلك ما كاينش التفاته، كان حوار في حوار في حوار. حنا سئمنا هذا الوضع، ما بقى عندنا ما نخسروا، الاقتطاعات ما بقاوش كيخلعونا، داك الدريهمات اللي بغاو يعطيونا حنا ويسكتونا بهم ويرجعوا الاقسام، حنا كنقول لهم ديوها هي وديو الاقتطاعات واعطيونا المطلب ديالنا اللي هو الكرامه. وهذه الوقفه تجسد نضاليه الجماهير ووحده الجماهير الشعبيه، وخصوصا الاساتذه اللي وقفوا قتال النضالات وجسدوها على الطرق تقريبا خمسه اسابيع او سته اسابيع، ونحن نناضل من داخل التنسيق الوطني اللي كيتجمع 23 تنسيقيه وكلها تناضل من اجل سحب النظام الاساسي، ثم كذلك اسقاط التعاقد وكذلك الزياده في الاجور. بالنسبه للحوارات التي كانت مع الحكومه فهي حوارات تراجعيه، نحن نناضل من اجل تحقيق هذه المكاسب، والاساتذه بصوت واحد يقولون سحب النظام الاساسي الذي جاء بتراجعات، والتراجعات اللي زادت تقريبا على المكتسبات ديال رجال التعليم كل اصنافهم، وخصوصا فئه المقصيين من خارج السلم، فئه من خارج السلم اللي كتطالب تقريبا من 2011 وتفعيل اتفاقيه 26 ابريل 2011 اللي جاء بالدرجه الجديده، ثم كذلك اننا نناضل من اجل تعديل وتسويه ترقيه بأثر رجعي ومالي، كذلك نضال تقريبا بهذا المطلب. وهذا المطلب فهو حق بالنسبه للاساتذه الذين ظلوا يناضلون عليه منذ تقريبا 2011 ويطالبون بأثر رجعي ومالي لهذه الفئه المقصيه. اليوم كنحتجوا على واحد النقطه اللي هي اساسيه، هو الادماج الفوري لوزاره التربيه الوطنيه، وكنطالبوا من عده سنوات من 2016 وحنا كنحتجوا في الوزاره وفي الاعتصامات وامام البرلمان وفي الجهه وفي الاقليم، يعني باش ندمجوا في النظام الاساسي. واليوم من ندمجنا في هذا النظام الاساسي عطاونا هي التسميه كمساعد تربوي وبدون تحفيز. اليوم احنا كنطالبوا الادماج بالسلم التاسع باطار رجعي من 2016، وهذه الفئه اللي هي فئه المساعدين والمساعده التقنيه اللي عطات الكثير والكثير لوزاره التربيه الوطنيه، وكنطالبوا بزياده الاجر. لا يعقل عليكم يا اخوان الناس المسؤولين الوزاره لجميع الفئات، كي تقولوا جميع الفئات جميع اسلاك وبالدرجات ديالهم كتشملهم الزياده الا باستثناء
هذه الفئات المساعدين والمساعدات التقنيات اللي ما استفدوش، علاش عيبوها؟ لان الفئه هي اللي خصنا ندعموها وهي اللي خصنا نكبروا بها، ولهذا كنطالبوا دائما الصوت يوصل لوزاره التربيه الوطنيه، وكنطالبوا برفع الارقام الاستدلاليه، وكنطالبوا بالحذف الدرجه الخامسه والرابعه، وكنطالبوا باش يرفعوا بقيمه الناس اللي حاملين الشواهد العليا. وواحد النقطه اللي هي بغيت نوصلها وكنعانيو منها هو تحويل سنوات ما قبل الترسيم لهذه الفئات المساعدين والمساعدات التقنيات والتقنيين، لانه لا يعقل كاين اللي ترسم في 2005 2006 وما حولولوش من الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد. اذا اليوم كشغيله تعليميه بجميع ربوع الوطن بمختلف الجهات والاقاليم وعلى المستوى الوطني، الشغيله التعليميه تحتاج اليوم الخميس من اجل ان تقول بصوت عالي على ان الشغيله التعليميه لا زالت مستمره في المطالبه بحقوقها، ونرد على مناورات وزاره التربيه الوطنيه والحكومه المغربيه لمن بينها الحوار الاخير المغشوش من اجل فقط ارجاع الاساتذه والاستاذات واطر الدعم الى الاقسام دون الاستجابه لملفات مطالب الشغيله التعليميه. وهذا ما اكدته النقابات التعليميه التي تم استدعاؤها للحوارات المغشوشه، طلب منها من طرف وزاره التربيه الوطنيه ان تعمل على اقناع الاساتذه من اجل عوده الاقسام دون استجابه لملفاته، بمعنى ان وزاره التربيه الوطنيه تريد المزيد من هدر الزمن المدرسي لابناء وبنات الشعب المغربي. نحن كشغيله تعليميه مستعدون لعوده الاقسام شريطه الاستجابه لملفاتنا ومطالبنا العادله والمشروعه، شيء غير ذلك يعني على ان وزاره التربيه الوطنيه تريد المزيد من هدر الزمن المدرسي لابناء وبنات الشعب المغربي. وكرد على من يقول على ان الشغيله التعليميه هنالك من ياخذها كرهينه وهنالك من يجعل ابناء وبنات الشعب المغربي تلاميذ وتلميذات كرهينه، نقول لهم بان لا يصمتوا وان لا يتستروا على من يقوم بهذه الجريمه وان يتقدموا للنيابه العامه. اللهم ان كانوا يكذبون فسوف نرد عليهم، ونقول لهم بان اليوم اللي هو رهينه هي حقوق نساء ورجال التعليم المهضومه واللي ما بغاش تعطيها الحكومه ووزاره التربيه الوطنيه. فبالتالي ذلك الكلام غير المسؤول، والمراد منه هو التشكيك في الشغيله التعليميه وشطره الشغيله التعليميه. سوف نرد عليه وبقوه ولن ندعه يمر مرور الكرام. اليوم على وزاره التربيه الوطنيه تتناور من اجل عدم استجابه لملفات الشغيله التعليميه ان تعي انها تلعب بالنار على ان حقوق النساء ورجال التعليم وحقوق ابناء وبنات الشعب المغربي من تلاميذ وتلميذات لن يتم التنازل عليها، وبالتالي على وزاره التربيه الوطنيه ان تلتقط الاشاره ونحمل مسؤوليه هذا الزمن الدراسي لابنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات. ونؤكد نحن كشغيله تعليميه مستعدين لتعويض الزمن المدرسي المهدور لابناء وبنات الشعب المغربي شريطه استجابه وزاره التربيه الوطنيه لمطالبنا العادله والمشروعه، والتي من بينها ارجاع المبالغ المقتطعه والمسروقه من اجورنا الهزيله.